السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أي أس تي في، معكم أم نريمان. وصفتنا النهار اليوم هي عبارة عن سردين المعلب. باش نديرو هاد الوصفة يلزمنا السردين، هنا كيما تحبي ديري، سوا كيلو سوا نص كيلو، كيما تحبي ديري لا كونتيتي لي راكي حابة. نقيه، نحيلو لي زيكاي تاعو، تقدري تخليه بهذاك السلسول تاعو لداخل ولا تنحيولو. أنا لهنا نحيتولو باش كياكلوه ما يديروش هذاك السلسول لداخل. باش نحي طريقة سهلة، عبزي هكا وتجبديها وليك يتنحى فاسيلمو. إن فوا تنحي كامل احكمي لا كوكوت تاعك، لازم طيبيه في إن كوكوت لهنايا باش ما يتهرس لك ما والو. حطي فيها فنجال تاع لاتاي، تاع لاتاي هنايا الزيت راهو مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائدة. ولي تحب تحط غير زيت الزيتون تحط غير زيت الزيتون، ولا زيت المائدة غير زيت المائدة. عندنا تاني ربع كاس تاع لاتاي تاع الخل بيض ولا احمر، تقدري ديريهم كيما تحبي. وعندنا تانيك الماء، زيدي حطي تانيك نص كاس تاع الماء، دائما كيلي بالكاس تاع لاتاي. هاوليك ومن بعد حكمي. هنا عندي زوج فصوص تاع التوم يكونوا صغار، رحيهم وحطيهم. وهنا ربع مغرفة تاع القهوة هذيك تاع الشاي تاع الكمون وحطيهم تانيك. وهنا عندي زوج وراق تاع الرند، حطيهم تانيك. هذه المغرف صغيرة كامل، حطي ربع تاع الكمون. وهنا حطي هنايا مغرف مليحة معمرة تخي بيان تاع القزبر، يعطيها ذوق هائل. زيدي شويه تاع الفلفل الكحل والملح، ملحي حسب السردين تاعك. هاد لا كونتيتي، شوفي شحال لازم لها وملحيها. فوالا. ومن بعد خلطيهم هكذا شويه وستفي السردين تاعك كامل لهنايا. لازم تستفيها هكذا يا مغلوقة، ما تحليهاش. إن فوا تستفي كامل السردين تاعك، هاوليك احكمي الغطاء على كوكوت تاعك وغطيها. حطيها فوق النار تكون قاوية، كي تبدا تصفر الصفارة تاعك تما نقصي الغاز، خليه متوسط ما ديريهش رقيق بزاف، وخليها مده ربع ساعه. كي تكمل ربع ساعه حليها، صبتي الماء والخل نشف صاي راهي طابت، يبقى غير الزيت ما راهي طابت. ولا صبتيهم مازالو زيدي كملي لها، كاين اللي تدي نص ساعه كاين اللي تدي غير ربع ساعه برك. انا دوق ندير كامل هذه العمليه ونتلاقى فيكم فيما بعد ان شاء الله. هاليك السردين تاعي بعد ربع ساعة حليت عليها لاكوكوت، لقيتها طابت كومبليتمون. وانتوما كيما قلت لكم ديروا الغاز بين، ما ديروش قوي بزاف ما ديروش حابط بزاف، وطلعوا عليها. انا ربع ساعة كانت طابت لي ديفينيتيف، ها هي شربت الماء تاعها وشربت تانيك الخل هذاك. شوفوا كيفاش جات روعة، ما من المذاق تاعها هايل. وهنا نسيت ما قلت لكمش، اللي يحب الحار يدير لها هذاك فلفل الدريس، ولي تحبها بالطوماطيش في الماء هذاك تحط مغرف تاع طوماطيش مصبره وتحطها. انا حبيتها غير بالزيت برك، درتها بالزيت. وتقدروا ثاني تحطوها في الفريجيدار لحين الاستعمال، تقدري تستعمليها كيما تحبي انتيا. كانت هذه هي وصفتنا النهار اليوم، عباره عن السردين المعلب. من ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ديروا لي جيم لا فيديو لا عجبتكم، وابوني للقناه، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.